بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شاهدنا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معانا النهاردة. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا النبات الجميل ده، أكيد كلنا نعرفه، وهو نبات الرجلة أو نبات البقلة. ده أحد نباتات الخضر، الرجلة أو البقلة بتؤكل وتطبخ زي السبانخ زي الملوخية، لكن احنا النهاردة معانا استخدام ثاني ليها خالص. لو حابين تعرفوه يلا بينا نشوفه مع بعض. لكل آنسة أو سيدة تهتم بجمال قدميها وعدم تشقق القدمين والمحافظة على رطوبة الجلد في هذه المنطقة، تعالي النهاردة تعرفي معايا على أهم فايدة للنبات ده هتاخديها علشان تحافظي على قدميك وعلى جمال بشرتك من نبات البقلة أو الرجلة. يلا بينا نشاهد مع بعض. يلا بينا يلا بينا. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نشوف فايدته وازاي نستخدمه مع بعض. يلا بينا. من أسباب تشقق القدمين وجفاف الجلد هو نقص فيتامين B3، وده بيرجع لإما للأغذية اللي احنا بنستخدمها في الطعام بتكون فقيرة في الفيتامين وما بنعملش تنوع، وخصوصا ان احنا ما نستخدمش سلطات خضراء أو خضروات طازجة، أو ان احنا بنستخدم مضادات حيوية كتيرة بتمنع أو بتعوق امتصاص فيتامين B3. عشان نعالج المشكلة دي يبقى لازم نعالجها من الداخل ومن الخارج. من الداخل هنهتم جدا بالطعام والتغذية، من الخارج هنبتدي نستخدم المرطبات، ونفضل دايما ان احنا نستخدم المرطبات الطبيعية أكتر من المواد الكيماوية والكريمات والمراهم. والنهاردة هنستخدم ماسك البقلة أو الرجلة أو كما تسمى الفرفحينة. يلا بينا نشوف هنعملها إزاي. كده أوراق الرجلة بعد ما غسلناها عدة مرات نضفناها كويس من أي غبار من الأتربة، هنبتدي بقى نحتفظ بيها في علبة داخل التلاجة، وكل ما أعمل طبق سلطة لولادي أحط منها ملعقة أو ملعقتين، وبكده أنا هأزود القيمة الغذائية لطبق السلطة وأمدهم بفيتامين B3 بأوميجا 3 بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل عناصر غذائية بتحتوي عليها الرجلة، وبترفع من القيمة الغذائية لطبق السلطة وبتمد جسمنا بكل احتياجاته من العناصر دي. دلوقتي ده نبات الرجلة، احنا عزلنا الاوراق عن سقان النبات، وهنبتدي ناخد الاوراق دي ونستخدمها بطريقتين. الطريقة الاولى في التغذية ان احنا نضيفها على السلطات لانها غنية بالبوتاسيوم وغنية بأوميجا 3 وغنية بفيتامين ب وغنية بالنياسين اللي هو بيعوض او بيحافظ على رطوبة الجلد. يبقى الأسباب داخلية بنعالجها من الداخل ومن الخارج. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي زي ما احنا عملنا كده هنقطع السقان دي ونعمل لها عصر او فرم في الكبة مع جزء من الأوراق ونبتدي نستخدمها ماسك. يلا بينا. احنا هنجهز الماسك بتاعنا بان انا بقطع سقان الرجلة كده قطع صغيرة بالشكل ده وبحطها في الكبة وبحط كمان عليها جزء من الورق بالشكل ده اهو، وهبتدي اخلطهم مع بعض بدون ما احط اي نقطة مية. هنحتاج معانا الكيس البلاستيك ده اللي معمول مخصوص للقدم، او ممكن استخدم كيس عادي، وهفرغ فيه الرجلة بالشكل ده اهي، هفركها من جوه من
بعد كده نبتدي ندخل الرجل هنا ونقفل عليها كده. بعد ما لبسنا الكيس في الرجل وحطينا فيه مطحون الرجلة اهي، وهنسيبه كده بحوالي ساعة الى ساعتين، وبعد كده هنشوف الفرق اللي هيحصل من استخدامها ونكمل مع بعض. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض كده. بعد ما لبسنا الكيس في الرجل وحطينا فيه مطحون الرجلة اهي، وهنسيبه كده بحوالي ساعة الى ساعتين، وبعد كده هنشوف الفرق اللي هيحصل من استخدامها ونكمل مع بعض. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نكمل مع بعض. كده احنا هنتخلص من بواقي الماسك كويس جدا، وبعدين نغسلها ونشوفها كمان مع بعض بعد الغسيل. كده القدم بعد أزلنا منها تمام الماسك هنبتدي ندهنها بطبقة خفيفة جدا من الفازلين، وبعد كده نلبس عليها شراب. طبعا الجلد بيترطب جدا، المفروض أكرر الماسك ده مرة كل أسبوع، وأحاول أخليه أطول فترة ممكنة على الرجل، ده بيديني نتيجة أحسن. يبقى لو انا عايزه احافظ على رطوبه القدمين او الكعبين وازيل التشققات بستخدم ماسك الرجله، بسيط رخيص سهل تنفيذه، ملهوش اي اثار جانبيه ضاره. اتمنى لو عجبكم الريفيو تدعمونا بلايك وشير. مع اطيب تحياتي ليكم دكتوره رؤي.